هل ترد إسرائيل أم لا؟ شو عنا؟ عنا ثلاث سيناريوهات. عنا سيناريو عدم الرد اللي واضح الكلفة تبعه. هلأ هذا عم بحاول في مقابله أنه الحلف الذي وقف إلى جانب إسرائيل كانت خسرته بسبب الارتكابات التي تمت بغزة، وبالتالي رجعت الحكومات الغربية لقت عذر لترجع تنفتح على إسرائيل لأنه من الأصل معها، لكن كانت خايفة من شارعها. فأنه إيران قصة تانية، وهذا للي بيرجعوا بذكرهم، للي كانوا يسألوا ليش ما بتفوت إيران ومحور المقاومة من اليوم الأول بالحرب الكبرى. كنا نقول لهم المعركة عندما يكون عنوانها إيران ويكون عنوانها حزب الله مريحة لإسرائيل دوليا، عندما يكون عنوانها فلسطين مريحة لنا دوليا. لذلك إيران عم تخوضها بشكل محسوب ومدروس لما تصير هي العنوان ولا تبقى فلسطين هي العنوان. وبالتالي الإسرائيلي له مصلحة تصير إيران العنوان، ولو ما رد بقي معيش القصة ليبقى قاطف الجو الغربي. طيب هذا رأيي، بيقول أنه حافظ على هذا التحالف الذي نشأ، وبالتالي بقوة هذا التحالف أنت بين أنك يعني محافظ على وضعيتك ومحافظ على حالتك، وبالتالي وقول أنه أنت 99% أفشلت الضربات وأنك أنت انتصرت وأنه إيران فشلت واللي بدك إياه. يعني هذا مثل يعني أنه كذوب قد ما بدك، مين حيحاسبك؟ يعني ما في جمرك على الحكي. هذا فرضية، هاي الفرضية لا يمكن المجاهرة بها، يعني لازم يعملها الإسرائيلي على طريقة أنه ما يعلن عنها، لكن يضل يقول نحن سنرد في الزمان المناسب والمكان المناسب، ويعني وشي مرة يخدع عننا يعني. وبالتالي واضح أنه هو الآن أمام يعني هذه الوضعية. السيناريو الثاني اللي هو أن يذهب إلى الرد على إيران، هذا واضح هو أضعف الاحتمالات، لأنه هذا كلفته عالية، الرد الإيراني عليه سيكون قاسياً وشديد القسوة. وأنا أكيد أنه الإيرانيين اللي قالوه جاهزين لترجمته، وبالتالي هو لا يستطيع أن يعني يتمكن من فعل شيء بهذا المستوى. النتيجة المترتبة عليها بعلاقاته الخارجية كمان أقل من قدرته على التحمل، لأنه لا الأمريكي رح يقبل يساند ولا الأوروبي رح يقدر يساند، وبالتالي هي فوتة بالحيطان بهذا المعنى. الخيار الثالث اللي هو الآن قيد التداول والدرس والتقييم بين الإسرائيلي وحليفه الأمريكي وحلفائه الغربيين، هذا الخيار هو أنه عملية رد خارج إيران. طبعا هون عملية رد خارج إيران المرجح فيها يعني كما يقال أن تكون سوريا، أنه في منشآت بسوريا ذات طابع عسكري، بعضها يمكن يكون علمي يمكن يكون بحثي يمكن يكون في يعني حتى بعض المستودعات والمخازن وكذا. عم بحكي هني شو اللي يعني عم يحكوا الإسرائيليين. وبالتالي هذا الهدف بتقدر تكبره هي وتقول انه كان فيه وكان فيه وانه هذا صواريخ دقيقة ولحزب الله وإلى آخره. وهذا طبعا في بعض الذباب اللي عم بفوت، لذلك اضطريت انا اشيل التعليقات، يعني للأسف انه كنا حابين انه تبين كلها على الشاشة، بس ماشي. على كل حال هذا ما بيغير من انه يعني الغالبية هون 99% مزبوط، هي ناس محترمين، حتى المخالف منهم محترم، وبيضل يمرق يعني 1% مرسل مكلف. هذا شو هنعمل، هذه حالتنا يعني حالة بلادنا. على كل حال، هل خيار الذهاب إلى سوريا مدروس؟ بده يسأل حاله الإسرائيلي، لأنه هو لما قرر القنصلية
بنى انه هذا مدروس وانه هذه ايران راح تنسحب جلدها وبيمشي الحال، او حزب الله بزت له صاروخين زياده على الجولان يعني على ميرون او على غيرها من الثكنات عصفاد مثلا وبتقطع، وبيكون عمل يعني تعديل لما قواعد الاشتباك واسترداد لمهابه الردع. طلعت النتيجه كارثه، النتيجه انه هذا العملاق طلع من الطمقم وما عادش يرجع، وهلا عم بيهدد وبيزبد وبيرعد وعم بحط معادلات، وامريكا عم ترجع لورا والاوروبيين عم يرجعوا لورا والكل عم يعمل 100 حساب. طيب انا ما عندي جواب حقيقه، بس انا عم بطرح سؤال الشيء بالشيء يذكر يعني، وبالنسبه والتناسب، اليس هناك احتمال ان يكون التحرش بمنشاه عسكريه او بحثيه او ذات صله بالعمل المقاوم في سوريا مدخل لتعديل بقواعد الاشتباك السورية؟ تفتح جبهة الجولان، بلش تنزل الصواريخ من جبهة الجولان، شو بيعمل الإسرائيلي؟ وإذا قرر الإسرائيلي أن يضرب دمشق تقول له إيران وقف عندك، استهداف دمشق يعني تل أبيب، فيها إيران تقول هيك؟ إيه فيها. في حلف عسكري بينه وبين سوريا؟ نعم. كانت مخدي خيار الكمون، أخذت خيار الظهور. ما الذي يمنع أن تقول إيران إذا إسرائيل ردت على الرد الإيراني باستهداف ما في الأراضي السورية وردت المقاومة العراقية والسورية من الجولان، وإجت إسرائيل قالت أن هذا لن يمر دون عقاب والدولة السورية ستتحمل التبعات، طلعت إيران قالت قصف دمشق يعني تل أبيب، مثل ما السيد حاطط معادلة بيروت والضاحية مقابلة تل أبيب، ممكن؟ نعم ممكن. هل تتحمل إسرائيل هذا؟ لا لا تتحمل إسرائيل.